خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر من خلال أستاذ مهند الجيار، منسق حياة كريمة في البحيرة. أستاذ مهند، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ ندى، وأهلا بالسادة المشاهدين. طيب، يعني أكبر عدد من المشروعات بيتم في محافظة على مستوى الجمهورية، ده بيتسق مع أن البحيرة يمكن كانت بتعاني في السنوات الأخيرة من إهمال كبير في البنية التحتية، فهي كانت مستهدفة وأولوية لدى حياة كريمة. زي حضرتك قلت فعلا، هي محافظة البحيرة يمكن أكبر محافظات على مستوى جمهورية مصر العربية، ولكن كانت في السنوات اللي فاتت بتعاني من تهميش كبير على مستوى الخدمات والبنية التحتية. يمكن ده اللي فطنت ليه القيادة السياسية، وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة يمكن الحمد لله محافظة البحيرة نالت نصيب كبير جدا، هو نصيب الأسد من عدد المشروعات وعدد المراكز المدرجة في المبادرة الحالية أو القرى المدرجة في المبادرة الحالية. يمكن احنا او في المرحله الحاليه احنا عندنا 6 مراكز بحوالي 42 وحده قرويه باجمالي 243 قريه ام، ممكن نقول ان احنا بنوصل لحوالي 4200 تابع على مستوى محافظه البحيره. طيب، نقدر نقول نسب الانجاز وصلت لغايه فين دلوقتي يا استاذ مهند؟ طبعا هي نسب التنفيذ متفاوته ما بين مشروعات قائمة حاليا بيتم تنفيذها وفي مشروعات تم الانتهاء منها. نقدر نقول ان احنا في المتوسط بنوصل لنسب تنفيذ تصل لحوالي 70% و80% في اغلب المشروعات. في مشروعات زي ما قلت لحضرتك وصلت لنسبة 100% وجري تسليمها خلال الفترة الحالية. بيبقى بعض المشروعات المتعلقة بمشروعات الرصف ومشروعات المتعلقة بالصرف الصحي وتوصيل خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب. ان شاء الله يعني باذن الله مع نهاية شهر 9 هنكون انتهينا بشكل كبير جدا من المشروعات دي، بحيث ان احنا ان شاء الله نقدر نسلم كافه المشروعات الموجوده في المرحله الحاليه في نهايه شهر 9 باذن الله. طيب، اللي بيجي ينظر لخريطه مصر استاذ مهند، كل محافظه ليها طبيعتها وكل محافظه ليها البنيه التحتيه بتاعتها، تحدياتها ليها الاشكال الجماليه بتاعتها. ايه التحديات تحديدا اللي قابلت حضراتكم في محافظه البحيره، خاصه يمكن البحيره من المحافظات اللي متعارف عليها ان هي فيها كتل عمرانيه كبيره، فالتعامل معاها لربما يكون تحدي؟ طبعا زي ما حضرتك قلتي، هو تحدي كبير جدا. يمكن محافظه البحيره زي ما ذكرنا من اكبر المحافظات على مستوى جمهوريه مصر العربيه ومتراميه الاطراف، بتصل ما بين عدد من المحافظات. يعني هي كمان لها طبائع مختلفه لسكانها وطبائع مختلفة للمناخ بتاعها. عندنا الطبيعة الساحلية في منطقة شمال البحيرة، وفي الطبيعة الصحراوية في منطقة وادي النطرون وأبو المطامير والزهير الصحراوي، وطبعا الطبيعة الزراعية اللي بتغلب على أكبر مساحة ممكنة من محافظة البحيرة. يمكن محافظة البحيرة بيسموها سلة الغلال أو سلة المحاصيل الزراعية بالنسبة لجمهورية مصر العربية. زي ما قلت لحضرتك، يمكن كان في تحديات كبيرة جدا ان احنا بنحظى بكتله سكانيه كبيره على مستوى محافظه البحيره ومتناثره، لان نتيجه الاهمال والتهميش خلال السنوات السابقه يمكن ده ادى ان يبقى فيه بشكل كبير جدا يعني حاله من التداخل مع على الكتله الزراعيه في محافظه البحيره. يمكن مبادره حياه كريمه قدرت ان هي ترشد هذا الموضوع وان هي تحاول توصل لاكبر قدر من المستفيدين على مستوى المحافظه، سواء اللي هم داخل الكتله السكنيه او حتى احنا بنعمل على ان حتى الناس اللي هي كانت خارج اطار الكتله السكنيه ولكن في اطار ان هي بتتصالح على املاكها اللي هي تم بناها على اراضي زراعيه، بيتم حاليا برضو ادخال الخدمات ليها عشان احنا نقدر نوصل لكل المستفيدين على مستوى محافظه البحيره. أنا بشكر حضرتك في الحقيقة جزيل الشكر على العمل اللي بتقوم بيه حياة كريمة في البحيرة، وعلى هذه المداخلة الأستاذ مهند الجيار منسق حياة كريمة في البحيرة. شكرا جزيلا لحضرتك.